اللؤلؤة بما له من رمزية جامعة في تاريخ مملكة البحرين وأهلها، يبدو أن البعض بات يصر على استغلاله منصة يبث من خلالها روح الفرقة والاختلاف في نسيج المملكة المتآلف المتآخي. وليس ذلك فحسب، وإنما تجاوزه ليشوه عن قصد واقع التعامل الحقيقي مع المتظاهرين لقلب الحقائق وتزييفها. وللوقوف على ما جرى من أحداث في دوار اللؤلؤة، نستعرض الوقائع ليدركها الجميع ببصره قبل بصيرته. فاليوم وعند تمام الساعة 3 فجرا، توجهت قوات حفظ النظام بأصوات سياراتها المرتفعة وأضوائها القوية إلى الدوار، حيث كان يعتصم نحو 3000 شخص في تلك المنطقة التي قضت مضاجع السكان الآمنين حولهم أصوات هتافاتهم التي تجاوز سقف مطالبها كل الحدود، إذ بات يتعرض بالأذى إلى أغلى قيم مملكة البحرين ورموزها، محرضين على قلب النظام بعد أن استغلوا هامش الحرية الكبير الذي أتاحه درة تاج هذا النظام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى. وبذلك لم تأتي هذه القوات خلسة كما ادعى البعض، ومن ثم سدت قوات حفظ النظام مدخلا من مداخل المنطقة الأربعة، وتوجهت إلى المعتصمين الذين خالفوا قانون التظاهر ابتداء بالنداءات لإخلاء المكان مرارا وتكرارا، مطالبين الجميع بالتفرق والعودة إلى منازلهم. على الجمهور التفرق! نداءات وجدت آذانا صاغية لدى كثيرين أخذوا بالعودة إلى منازلهم وفض الاعتصام، في حين قامت قوات الشرطة النسائية بإخلاء النساء مستخدمات حافلات تقلهن إلى أماكن سكنهن. إلا أن البعض ممن آثر الشغب وإذكاء نار الفتنة صم أذنيه وقلبه عن نداءات قوات حفظ النظام بالتفرق، ما دفع القوات لاستخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق من تبقى، وتوجهوا نحوهم لحملهم على ترك المكان غير مسلحين إلا بعصي وتروس وأربع بنادق عددا، قيدت التعليمات المشددة طريقة استخدامها بالضرورة القصوى، والتي معها يتهدد الموت حياة قوات حفظ النظام، والذين كانت المفاجأة كبيرة لهم بعد تعرضهم للهجوم من قبل عدد من المعتصمين الذين اعتدوا عليهم بآلات حادة وسيوف وغيرها. ولعل إصابات رجال الشرطة أصدق دليل على ذلك، الأمر الذي استلزم حزما في التعامل مع هذا الموقف، نتج عنه وفاة 2 من المعتصمين وجرح آخرين كانت سيارات الإسعاف في انتظارهم لمداواة جراحهم. فهم، وكما يؤكد دوما صاحب الجلالة، أبناء الوطن، وبهم يكون ارتقاؤه إذا ما أخلصوا الحب لهذا الوطن الغالي. ولعل هذا المشهد أيضا يدحض الافتراءات التي زعمت أن سيارات الإسعاف منعت من الوصول إلى دوار اللؤلؤة، ويثبت أن الحفاظ على حياة المواطنين هو من له الأولوية في مختلف الظروف. وعلى الرغم من هذا الظرف الاستثنائي، لم يجر اعتقال أي شخص إلا رجلا قام بالاصطدام بسيارة شرطة أوقع إصابات خطيرة وحالات حرجة في صفوفهم. وما إن انجلى الليل وانبلج الصبح حتى ظهرت المفاجآت الأخطر بعد أن تم فض الاعتصام في دوار اللؤلؤة وتفتيش تلك الخيام التي كانت تتخذ السلم شعارا لها، إذ تم العثور على عدد من الأسلحة النارية فضلا عن أسلحة بيضاء مثل سيوف وسكاكين وآلات حادة وقضبان حديدية وأعلام لجهات خارجية، لتنسلخ بذلك صفة السلمية عن الحدث ومن قام به. الإعلان الأول، تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأن قوات عسكرية من قوة دفاع البحرين قد أخذت في الانفتاح في محافظة العاصمة، وذلك بدواعي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وتأمين حرياتهم وممتلكاتهم من أعمال العنف. كما تشدد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على اتخاذ كافة التدابير الصارمة والرادعة لبسط الأمن والنظام العام وتحقيق الاستقرار حرصا على مصالح الوطن ومقدراته. كما تناشد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين كافة المواطنين والمقيمين الابتعاد عن التجمهر في المناطق الحيوية في وسط العاصمة، حيث أن ذلك يسبب تأثيرا بالغا على حركة السير
وإثارة الخوف والفزع بين مرتادي المنطقة، ويؤدي إلى حدوث أزمات مرورية، مما يترتب عليه تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر والإضرار بمصالحهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.